ولمن له حق علينا مريم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم أرسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم حاضرية واصلة ورحمة نازلة ببركة شاملة وقبل منا إلى حضرة روح نبينا حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل إلى حضرات أصحابه البدريين والهديين والخندقيين والحنينيين والتبوكيين والخيبريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم صل إلى حضرة القطب الرباني الغوث الصمداني العارف السبحاني الهيكل النوراني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز اللهم صل إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز اللهم صل إلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأدميري قدس الله سره العزيز اللهم صل إلى حضرة أمير الأنبياء والأولياء أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم أعل درجاتهم وأفض إلينا من فيوضاتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بحقوقهم وبجائهم وبكراماتهم يسر سيرهم.